كده عملنا وقت يا باشمهندس. عايزين بقى نشوف البانش الاول، هنحدد على اساس البانش الاول وبعد كده نشوف الفليكشر ونشوف النون الاكبر، بس في الغالب البانش هو الكريتيكال، يعني دي حاجه مفروغ منها. فممكن بس تقول له من هنا شو بانشن، تيجي كده تبص يا باشمهندس هتلاقي طبعا الاعمده يعني مش بعاد عن بعض، فطبعا هنا معظمه سيف، هنا مثلا ان سيف، هنا برضو مقرب برضو على ايه ما يكون ان سيف، الاثنين دول برضو ان سيف، فطبعا كده المفروض ان انا ازود سمك اللبشه. وطبعا 80 سم رقم قليل يعني ممكن نقول متر مثلا، اعتقد متر هيكون مناسب يعني. تمام، تقول له ديفاين 1 متر، تقول له اوكي كده كله سيف اهوتي هندسه. فكده كله سيف خلاص، يبقى سمك اللبشه يا باشمهندس اللي احنا هنبدا عليه او اللي احنا هنشتغل عليه هو 1 متر. يبقى كده 1 متر مناسب، يعني مش شرط مثلا المشروع مثلا بتاعنا 14 دور يكون عندنا نضرب في 10 بقى، لان الناس في السوق في الغالب في مصر يعني بيعملوا كده، يقول لك المنشأ عندي 14 دور يبقى انا عندي اللبشه 140 سم. وطبعا الكلام ده مش شرط صح، هو طبعا اللي بيحدد هما حاجتين، هما البنش والفليكشر. خلاص، طب مثلا لو انت عايز تشوف الفليكشر مثلا وليكن هتيجي كده وتظهر مثلا العزوم، تاخد اكبر عزم تمام، تروح تشوف السمك المناسب، بس دايما الكريتيكال هو البنش، المومنت مش هيقول يعني مش هتلاقي هيديك قيم قليله يعني. تمام، فدايما وانت بتشتغل هو طبعا نظري المفروض البنش والفليكشر بتاخد القيمه الاكبر، بس عملي دايما اشتغل على البنش لان هو الكريتيكال. خلاص يا باشمهندس، طيب الخطوة اللي بعد كده يا باشمهندس بقى، طبعا انا كده اعتبر حددت السمك وعملت تشيك بانش كمان. الخطوة اللي بعد كده واعتبر اهم خطوة هو اللي تشيك ستريس، ان انت تتأكد ان الاجهادات اللي جاية نتيجة الاحمال ديت اقل من قدرة تحمل التربة، ان التربة تكون قادرة تستحملها. خلاص، وطبعا زي ما احنا عارفين ان احنا بنشيك ستريس وركينج، وشرحنا ليه قبل كده. خلاص يا باشمهندس، فلازم بقى نروح نعمل حالات الوركينج. تمام، اللي هي الديد لود زائد اللايف لود، دي حاله، وحالات بقى الزلازل والرياح لو انت عندك احمال جانبيه. وطبعا احنا عندنا احمال جانبيه، بس حابب ان انا اقول لك على حاجه الاول. لو جيت تبص هنا يا باشمهندس هتلاقي هنا مثلا بيقول لك ايه ال جايب لك حالات كتير وانت مش فاهم ايه ده والكلام ده. ومثلا لو جيت تبص مثلا على هنا مثلا النقطه ديت اللود، هتلاقي مثلا جايب لك الديد لود تمام، والديد اباف، اللايف اباف، والكلام ده كله. فلو جيت مثلا تبص مثلا على اللوك كيسز هتلاقي نفس اللوك كيسز مثلا بتاعتك. فلو جيت مثلا على حالة الديد وقلت له موديفاي هتلاقيه بيقول لك الديد والديد اباف. يعني دلوقتي يا باشمهندس الديد لود اللي هو كاتبه ده هو في منسوب المستوى اللي انت صدرته. طب الديد اباف ده هو كل الديد لود اللي فوق بتاع كل الادوار، فهم ضايفهم لك هنا في كيس واحده. تمام، عشان لما تيجي هنا يا باشمهندس تعمل لوك كومباينيشن ان هو يعني هتضيف، مش هتلاقي بقى ديد وديد اباف، لا هتلاقي ديد بس. خلاص، فتبقى عارف ان هو ضايف لك كمان الديد اباف ولكن في اللوك كيسز. فهمت يا باشمهندس؟ ركز معايا تاني. دلوقتي يا باشمهندس انا لما صدرت من الايتاب كان انا كنت مصدر مثلا الدور ايه اللي هو البيز، خلاص، وعندي احمال من فوق. فلما هيجي يا باشمهندس يصدر لك هيصدر لك اللي في منسوب الدور باسماء ايه، باسماء اللوب كيسز بتاعتك او اللوب باترن اللي انت معرفها. طب اللي فوق هيعرفهم كلهم ان هم ايه القيمه اللي انت او الاسم زائد اباف، يعني ديت اباف، لايف اباف، وهكذا. تمام، طيب المفروض بقى ايه، يعني حد جه سالني سؤال قبل كده، طب ازاي بجمعهم بقى يا باشمهندس؟ لا هم متجمعين جاهزين، انت لما تيجي تبص هتلاقي في اللوك كيسز هو مجمع لك بتاع كل الادوار في كيس واحده اسمها مثلا ايه ديد. خلاص، الديد والديد اباف والكلام ده، فلما تيجي تعمل لوك كومبينيشن هما الاثنين محطوطين اصلا مع بعض. خلاص يا باشمهندس، طيب فالخطوه اللي بعد كده بقى نروح بقى نعمل اللوك كومبينيشن الوركينج. خلاص، عشان بقى يا باشمهندس ايه نبدا ان احنا نعمل تشيك ستريس وتشيك سيتلمنت وكده، يعني بسبب الحالات الوركينج، وبعد كده نبقى نعرف الحالات الالتيميت، نفس الحالات بقى اللي احنا عرفناها على الايتاب عشان نبدا عمليه الديزاين.